لسه مكملين مع حضراتكم في فقرتنا الرياضيه وكلامنا عن الرياضه لسه ما خلصش. وامبارح كان اليوم الثاني من مباريات الجوله الاولى لمرحله الدوري في دوري ابطال اوروبا بالنظام الجديد، واللي شهد العديد من التعديلات على نظام البطوله، من اهمها تحويل مرحله المجموعات لدور الدوري وزياده عدد الانديه ل 36 فريق بدلا من 32، مع اقامه المباريات ايام الثلاث والاربع والخميس بدلا من يومين كما جرت العاده لاكثر من 20 سنه. خلينا نتعرف على تفاصيل اكثر عن مباريات اليومين اللي فاتوا من المحلل الرياضي محمد عادل اللي منورنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحيه يعني خليني اعرف منك كده في البدايه رايك في التعديلات اللي اقيمت على بطوله دوري ابطال اوروبا. شايف التعديلات دي ممكن تخلي البطوله طابع اقوى؟ هل هتخلي هتغير طعم البطوله يعني نظام متعودين عليه 20 سنه؟ صباح الفل اولا عليكم وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. بالنسبه لتغيير نظام البطوله، تغيير نظام البطوله على المستوى الاثاره والتشويق وعلى المستوى الجماهيري هيخلي البطوله اقوى. ليه؟ لان احنا ضامنين عدد كبير من المباريات المثيره، يعني احنا بنتكلم مثلا احنا لسه في الجوله الاولى شفنا امبارح مانشستر سيتي بيلعب انتر ميلان وده اعاده لنهائي تشامبيونز ليج 2023، فدي مباراه قويه. شفنا مباراة ليفربول وميلان ودي من الأسماء القوية جدا جدا في الجولة الأولى. ده بقى كذلك الحال هنلاقيه في الجولات اللي جاية. نظام إن احنا نلعب دوري من دور واحد كله في جدول واحد، ده هيخلي لكل نقطة ولكل جول ليه قيمة، لأن احنا ممكن نلاقي الفارق بين الثامن اللي هيتأهل مباشرة لدور ال 16 والتاسع اللي هيلعب مباريات ذهاب واياب بعد كده بعد القرعه، ممكن فرق بينهم هدف او هدفين او نقطه، فده هيخلي قيمه لكل مباراه موجوده. المستويات طبعا هتكون يعني مختلفه بالنسبه لقوه المباريات، لكن احنا لما القرعه اتعملت احنا شفنا القرعه اختارنا او اختاروا تسع انديه في المستوى الاول، التسع انديه مانشستر سيتي وريال مدريد مثلا، فاثنين هيلعبوا في الدور من المستوى الاول واثنين من المستوى الثاني والثالث والرابع، فده هيخلي فيه عدد كبير او عدد اكبر من المباريات القويه موجوده في الدور الاول او اللي كنا بنسميه قبل كده دور المجموعات. فده مدي اثاره، لكن الناحيه الثانيه ده بيدي ضغط على اللاعبين. هنلاقي اكثر من لاعب ابدا اعتراضه على النظام، لان ده بيزود من ضغط المباريات ومن عدد المباريات الموجوده في الموسم، وده بيخلي فيه اصابات كتير بتحصل. واخيرا اللي حصل لكيفن دي بروين امبارح مثلا في مباراه مانشستر سيتي وانتر انه اتصاب، وحظه انه في يعني ثاني مباراه على التوالي بين مانشستر سيتي وانتر كيفن دي بروين اتصاب. كيفن دي بروين برضه في مارس اللي فات اتصاب قبل مباراه ارسنال في الدوري، فاحنا بنشوف في لعيبه تستحمل ده ولعيبه لا، فده هنشوفه على يعني على المدى مش البعيد، على المدى المتوسط حتى على مدار الموسم الدنيا هيحصل فيها ايه بالنسبه للعيبه، لكن في اكثر من لاعب ابدا اعتراضه على الضغط دوت. ده على المستوى الجماهيري ممتاز، على المستوى المالي والاقتصادي طبعا ممتاز، احنا بنزود عدد المباريات اللي بيتم اذاعتها، توزيع المباريات في الثلاث اربع خميس وهيخلي يوم الخميس زحمه اكتر لان هيبقى فيه كمان اليوروبا ليج وفي كمان دوري المؤتمرات، فهنلاقي مباريات كتير. ده اللي هنشوف تاثيره فعلا على المستوى المالي والاقتصادي بعد كده. في توقعات طبعا بارقام، لكن هنشوفه فعليا على المستوى المتوسط، هنشوف تاثيره على مستوى اللعيبه، هل اللعيبه هتقدر تستحمل ده؟ طبعا نظام بقى التغذيه والنظام الطبي والبدني والتاهيل ده هنشوفه بعد كده ان شاء الله على يعني على المستوى المتوسط او على المدى المتوسط. طيب عايز اعرف بقى منك يعني رؤيتك للمباريات، احنا خلاص ابتدت ماتشات قويه فعلا، ويمكن كنا بنتكلم على مباراه ما بين ليفربول واي سي ميلان وكان فاز ليفربول على اي سي ميلان. عايز اسالك على الماتش ده وعايز اسالك على اداء محمد صلاح في المباراه، بالرغم ان كان في ناس شايفه ان ليفربول مستواه كان يعني مش في افضل حالاته مؤخرا. ليفربول قدام ميلان سيطر على المباراه تماما، يعني لو هنتكلم على فرق الارقام لا فرق مرعب لصالح ليفربول، رغم ان البدايه بدايه المباراه كانت لصالح ميلان 100% لان ميلان تقدم بهدف لبوليسيتش بعد ثلاث دقائق، ودي كانت مفاجاه للي بيتابع الفريقين على المستوى المحلي، يعني بتتفرج على ليفربول على المستوى المحلي هو اخر مباراه خسر من نوتنجهام فورست على ارضه
ودي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا في البريمير ليج. لكن ميلان الناحيه الثانيه برضه مش في احسن مستوياته، ميلان تقدم بهدف لكن بعد كده ليفربول مسك الكوره تماما، استغل عنصر الضربات الثابته القوي جدا عند ليفربول والضعيف جدا عند دفاع ميلان، احرز به هدفين عن طريق كوناتي وفيرجيل فان دايك. اللعبه التحولات اللي بيتميز بيه مدرب ليفربول الجديد ارني سلوت، خلاص ما بقاش جديد بقى، خلاص بقينا حافظينه وعارفينه، فاعتمد على الهجمات العكسيه المرتده لفريقه، استغلال المساحات الموجوده في خط وسط ودفاع ميلان عشان عايزين يعوضوا ويحرزوا هدف التعادل، فاستغل بشكل ممتاز جدا الهجمات العكسيه واحرز الهدف الثالث. ليفربول كان هو الاحسن في المباراه. بالنسبه لصلاح، صلاح قدم مباراه ممتازه على مستوى خلق الفرص، على مستوى التسديد كمان على المرمى. صلاح في الشوط الاول بالمناسبه كان فيه كورتين جم في العارضه، يعني لولا العارضه كان ممكن نلاقي هدفين لصلاح. صحيح. في الشوط الاول اكتر من محاوله، اكتر من فرصه، خلق الفرص، كان في تحرك كبير لصلاح على الملعب. طبعا طبعا، وده اللي بيعمله صلاح على مدار المباريات اللي فاتت لغايه دلوقتي. هو لعيب بيخلق المساحات بالنسبه للعيبه اللي بتيجي من نص الملعب، صلاح بيخلق الفرص، صلاح بيدي مساحات لزمايله في الملعب. لا، فهو على مباراه ميلان لا قدم مباراه كبيره. يعني شايف بين ليفربول واي سي ميلان في تقدم للفريقين حتى برغم هزيمه اي سي ميلان. خليني اسالك طيب على مباراه اخرى، لو هنتكلم على النتيجه الكبيره اللي فاز بيها بايرن ميونخ كمان، شايف ازاي؟ شايف هل بايرن ميونخ هيقدر يكمل بنفس خلينا نقول بنفس القوه عشان يقدر يفوز بجائزه هداف دوري الابطال؟ طبعا بنفس القوه ده هنشوفه في المباريات، لكن بدايه طبعا قويه جدا جدا جدا، فرق المستوى كبير جدا ما بين بايرن ميونخ ودينامو زاجرب، 9-2 نتيجه كبيره جدا. هاري كين يعني الفرصه بقى ان الهدافين اللي زي هاري كين ان هم يسجلوا اهداف في المباريات دي، الكره لما تكون ماشيه مع فريق خلاص يعني الكره تدخل جول لوحدها، فاحنا بنشوف هاري كين بيسجل سوبر هاتريك منهم 3 اهداف من ركلات جزاء. فرق المستوى طبعا واضح جدا لبايرن ميونخ، لكن كل ده هيبان في المباريات اللي جايه. المباراه الجايه البايرن ميونخ في الشامبيونز ليج هيلاعب استون فيلا خارج ملعبه، استون فيلا من الفرق اللي كانت غايبه يعني بقى لها 40 سنه عن البطولات الاوروبيه، لكن بترجع بشكل قوي مع مدرب مخضرم زي يوناي امري. لكن نتكلم عن هاري كين، هاري كين احصائياته قدام استون فيلا لعب 13 مباراه جاب 8 اهداف وصنع هدفين، فهو الريكورد عنده برده عالي. لما كان بيلعب مع توتنهام جاب 8 سجل 8 اهداف في مرمى استون فيلا وصنع هدفين، فاحنا بنتكلم في 10 مساهمات لهاري كين امام استون فيلا. هل ده هيحصل في المواجهه اللي هتكون بينهم ان شاء الله كمان اسبوعين؟ ده اللي هنشوفه. يعني الشامبيونز ليج واضح ان هي يعني شايله لنا مفاجات كتير، منها على سبيل المثال زي ما كنت بتتكلم على بعض الفرق اللي رجعت كمان، رجعت بقوه وشفنا مباريات ليها قويه جدا، فاحنا مستنيين كل المفاجات على مدار الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا محلل رياضي محمد عادل، منورنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا ليك.